أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. أخي مالك، أهلا بك أخت فرحة. لماذا أنت في حالة استعجال؟ عشان في حد ورايا. جد؟ في حد ورايا بيستعجلني. قد يكون أمامك. حد ورايا دلوقتي بيستعجلني. هل ممكن اللي ورايا اللي بيستعجلني يكون قدامي؟ نعم، هو أنا. نعم. تفضل. في الحقيقة فعلا في القرآن في سورة الكهف الآية 79 تقول الآية وكان ورائهم ملك. وكان ورائهم ملك. في الآية 79 من سورة الكهف يقول بعض المفسرون، ويتبنى اتجاه من المفسرين القول، أن ورائهم ملك يعني أمامهم. وراهم يعني أمامهم. على المشاهدين هم اللي يقولوا لنا وراهم يعني أمامهم. نعم. ولا إيه الحكاية؟ صحيح. في تفسير الطبري على الآية الكهف، الآية 79 من سورة الكهف، ماذا نقرأ؟ يقول وكان ورائهم ملك قال قتادة أمامهم. أيوة. ألا ترى أنه يقول من ورائهم جهنم وهي بين أيديهم. وحدثنا فلان عن فلان. كان لاحظ أخت فرحة أن هذا التفسير موجود عند البعض. وآخرون برروا هذا التفسير بوجود قراءة أخرى. يعني يوجد قراءة أخرى لهذه الآية. إيه بتقول إيه؟ هذه القراءة تقول وكان في بعض القراءة، يعني في قراءة ثانية، وكان أمامهم ملك. يعني موجودة أصلا في القراءة بتاعت ابن عباس وكان أمامهم ملك. صحيح فعلا، مثل ما تفضلت. ابن عباس في مكان آخر يذكر الطبري عن ابن عباس أنه قرأ، ابن عباس أنه قرأ وكان أمامهم ملك. يا خبر. يعني طب ده تفسرها لنا بإيه يا أخي مالك؟ ابن عباس يقرأ وكان أمامهم. يوجد قراءة أخرى لا يذكر منهم، ولكن آخرون قرأوا وكان أمامهم. في القرآن يكتب وكان، يعني في المصحف المتداول حاليا بين أيدينا ورام. لدينا احتمالين. أما كانت وراءهم هي الأصلية واكتشفوا أنها غير متناسبة مع السياق فاستخرج القراء. تقصد كان أمامهم هي الأصلية؟ ربما لم تكن أصلية، ولكن وراءهم كانت الأصلية، فأراد بعض القراء أن يصححوا الآية وكتبوا وقرأوا وكان أمامهم ونسبوا الموضوع لابن عباس. يعني الموضوع ممكن يكون منسوب لابن عباس، بس كان في قراءة لابن عباس. نعم صحيح، ولكن نحن لا نعرف إذا كان حقيقي ابن عباس أم منسوب له. أنا ما أقصده أن يوجد قراءة ما ليست أصلية، لأنه لا يمكن أن تكون وراءهم هي تساوي أمامهم. ولكن إحداهما كانت أصلية. سواء أمامهم أو وراءهم. ولكن لاحظي المعنى، أن المسلمون عندما يقولون أن بعض المفسرين أن وكان وراءهم ملك، يعني كل الناس تقول وراء معروف. أمامهم، ويعني فأصبح تخبط في المعاني. بالزبط. أن يكون النقيض يفسر بالنقيض. بالضبط. بشكرك أخي مالك. الحقيقة وراءهم، قدامهم، بعدهم، قبلهم، يعني حاجات عجيبة وغريبة. فيعني انتوا عارفين ده راجع لإيه؟ في قرآن ينزل لناس ما هم مش عارفين يفهموه، ولا امال بقية الناس اللي هم العلماء مش فاهمينه وابتدوا يخبطوا فيه، امال بقية الناس هيعملوا إيه؟ بقى وراءهم، بقت قدامهم، يا ناس يا هو أشد شعري يعني. شكرا جزيلا، نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.